في بالقانون نحكي على عقوبة السياقة دون رخصة. للأسف فما برشا شباب ياخذوا سيارات والديهم عند الأب أو الأم، فيحاول يسوق السيارة ولكن ما عندوش رخصة، واللي هي حاجة معناها ماهيش باهية بالكل وما نشجعوش عليها. واختر ثم اختر ثم اختر، وفيها عقوبة باش نكتشفوها مع الأستاذ أنيس الزين. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ. مرحبا بك ومرحبا مستمعي إذا إكسبريس اف ام. مشكور جدا على التدخل معنا أستاذ. إذا للناس اللي تسمع فينا واللي لازم ترد بالها زادة أنه صغارها تحاول تاخذ السيارة، فمشكون للأسف من الأولياء المشوعين اللي هو يعطي للسيارة على أمل أنه ما تبعدش بها، معناها خليك لهنا في الـ في الـ في, الـ في الـ المحيط هذايا. فما شكون يبدا ما في بالوش وولده ولا بنته تاخذ سيارة دون علمه. لهنا شنو يقول القانون في حال ما عند وقفك الشرطي وطالبك بأوراق السيارة؟ هل أنه العقوبة تسلط على الشاب على الابن وألا البنت، وألا العقوبة يتحملها الولي في حد ذاته، وفيش تتمثل العقوبة في حد ذاتها؟ أول حاجة احنا نقوله أنه السياقة دون رخصة هي معناها مخالفة، تختلف حسب أنه شخص يكون متحصل على رخص سياقة ولكنه رخص سياقة ذيك مصحوبة بفعل خطأ أو الأخطاء ارتكبها مخالفات مرورية، وإلا يكون كذلك عنده رخص سياقة ولكن رخص سياقة ذيك ما يش متحوز بها في الوقت ذاك، هي كذلك مخالفة. وفرق ما بين شخص يكون لا ما عندوش رخص سياقة، معناه ما تحصلش على رخص سياقة، معناه مازال ما تحصلش على رخص سياقة ولا ما تحصلش عليه. واحنا توا باش نحكيو خصيصا تقريبا الموضوع معناها اللي حبيت عليه انت، هو الاطفال مو الشباب مو اطفال اللي سنهم اقل من السن القانونيه اقل من 18 عام، واللي ياخذوا سياره بطبيعه هما ما عندهمش رخصه ويمشيوا يقودوا السياره ذيك. هنا تختلف ما بين كونه الشخص هذاك يسوق في سياره دون رخصه ودون السن القانونيه، ويقع إيقافه من طرف عون الأمن في الطريق العام، وبالتثبت في الأوراق أوراق السيارة يثبت كون الشخص هذا غير متحوز على بطاقة على بطاقة في بطاقة تعريف الوطنية نتاعو أقل من 18 عام، وبالطبيعة ما عندوش ترمي، وبالتالي يقع أول شيء حجز السيارة ويقع استدعاء الولي. هنا في الحالة الأولى نمشيو توا الى حاله أسوأ، اي كيما اللي يحصل حتى الايمات هذه في فرنسا، انه شخص يهز سياره نتاع والده بعلمه او من غير علمه ولا سياره والدته، هذا مش مهم لانه هو من الطفل. الطفل هذا يرتكب جريمه، اي جريمه كانت، مثلا يرتكب حادث مرور، القتل او الجرح على وجه الخطا. لهنا المسؤوليه المدنية طبعا مش يتحملها كاملة الولي، ولا من كانت السيارة تحت خطر الولي، ولا زيادة ما ينجم يكون الشخص مثلا عاش قريبه وخوه أخته نسيبه بيعطيه سيارة فما، وشوف احنا شفنا حتى شكون من على وسائل التواصل الاجتماعي، معناها امرأة تصور في فيديو كيفاش ولدها عمر 15-16 عام يسوق في سيارة وفرحانة هي زعما، معناها هذه أشياء غير مقبولة. وهذه إذا كان ارتكب جريمة المسؤول المدني باش يكون الولي، لكن المسؤول الجزائي طبعا باش يكون الطفل هذاك يتم ارتكب جريمة. وبالطبيعة تعرفوا أنه الجريمة بالذات في خصوص الجرائم ما هي الجريمة هي شخصية، معناها كل من يرتكب جريمة يتحملها شخصيا. إذا كان ثبت كونه الولي مشارك في هذه الجريمه، كيفاش مشارك؟ بالعلم فقط هي تعتبر مشاركه، مثلا شخص يجي ياتي لولده سياره ويمشي الشخص هذاك ولده هذا الطفل هذا يرتكب جريمه مثلا يعمل حادث ويتوفى معناها شخص مثلا ولا حتى الجرح على وجه الخطا، فانه يتحمل مسؤوليه معاه مسؤوليه جزائيه وهي مسؤوليه المشاركه لانه كان شريكا في هذه الجريمه بالعلم بمده يد المساعدة في ارتكابه هذه الجريمة. وعقوبتها تصل إلى؟
لا اذا كان نحكيو على القتل ما هو باش نبداو ندرجوا. اول حاجه اذا كان باش نمشيو للقتل معناها ومعها الفرار هي جنايه تحقيق معناها هي من الجنايات والعقوبه من 5 سنوات فما فوق. نحكيو على حتى يرتكب حادث مرور ثم يسر طفل صغير بصيفته ما عندوش هو ما عندوش جواز سفر عفوا ما عندوش رخصه سياقه رخصه سياقه ويمشي يهرب الطفل هذا اذا كره يهرب هذه تسمى معناه ارتكاب حادث دون ساعه معناه القتل على وجه الخطا شوف القتل على وجه الخطا مع انه دون رخصه سياقه دون ان يكون متحوز على رخصه سياقه وزيد معها مثلا الفرار والجنايات معناها من قبيل الجنايات والعقوبه قلنا تبدا من 5 سنوات فما فوق معناها توصل 20 سنه واكثر يتحملها الطفل بصفته هو معناها طفل فما مجله الطفل وكذلك فما معناها قوانين خاصه بالطبيعه معناها اسهل من القوانين الزجريه في خصوص الراشدين ولكن كذلك الولي نتاعو يتحمل معه المسؤوليه المشاركه في تلك الجريمه هو كانه شريك كما الشخص اللي يمشي مثلا بشركه كم جريمه سرقه وشخص اخر يغطي عليه ولا يشري ما عنده مسروق يعتبر الولي اللي عنده سلطه على السياره شريك في هذه الجريمه بمجرد ثبوت علمي. بالطبيعه اذا كان ثبت كون الولي هذا غير عالم بارتكاب هذه الفعله معناها ما في بالوش انه ولده مثلا خذ السياره في غفله منه يولي مسؤول مدني فقط يعتبر مسؤول مدني يتحمل المسؤوليه المدنيه في التعويض على كل الاضرار اللي نجمت من ارتكاب الحادث هذا ولا من السياقه هذه ويقع معناها التدرج في العقوبات في العقوبات اللي تتسلط على الوالد وبالنسبه للطفل تتسلط عليه عقوبات جزائيه حسب مجله الطفل صحيح مخفف شويه لكن عقوبات تصل الى الايواء بمراكز الاصلاح هذه اهم العقوبات اليوم عند الناس الكل ترد بالها الناس الكل تحاول يتحمل المسؤوليه الوالد والوالده يتحملوا المسؤوليه اذا كان هما مشاركين في الجريمه مشاركين حددنا مشاركين بما معناه هما على علم السرقه على ابوه فاتح السياره وخرج وارتكب حادث ولا لا يقدر فانه وثبت كون الوالد في غفله منه الحكايه هذه وذي بعد التحريات والبحث لانه يكون الاب والولي معناه هو مسؤول مدني واذا كان ظهر على علم فما صغار انا شفنا احنا رجال يعطيوا صغارهم بطريقه متهوره معناها يعطي باش يسوق سياره يولي مشارك في الجريمه وبالتالي يقع تتبعه جزائيا اجل هذه الجرائم اللي مثلا توصل حتى الى 20 سنه سجن في خصوص اذا كان صار معناها جريمه معناها صار الحادث وتسبب مثلا في قتل. اذا كان ارتكب جريمه اخرى نجم يرتكب بها جريمه اخرى السياره هذه مثلا ياخذ سياره والده ويرتكب جريمه من نوع الجنايات مثلا المشاركه في وفاق قصد مغادره التراب التونسي خلصه بحرا يهز جماعه وباش يمشيوا باش يحرقوا مثلا من منطقه بحريه وهما في الطريق وهو بلاش جواز سفر ويكون الوالد معناها الولي نتاعو على علم بكونه هو هز السياره هذيك يولي الولي كذلك مشارك في هذه الجريمه في تكوين وفاق معناها اللي هو جريمه من قبيل الجنايات والعقوبات تتدرج كذلك وتصل الى اذا كان فما معناها العقوبات من 4 سنوات فما فوق في خصوص هذا تكوين الوفاق حسب قانون فيفري 2004 المشارك حسب القانون التونسي مشارك الوالد يكون مشارك فصل 32 يقول لك يطبق عليه المشارك يستحق نفس العقوبه نتاع القائم بالفعل القائم بالفعل الاصلي هو كذلك يستحق نفس العقوبة نظرا لنعرفوا قداش خطورة الحوادث الطرقات. نحن طرحنا الموضوع هذايا ونذكروا اللي في آخر مرة المرصد الوطني لسلامة المرور يقول لنا ربما ارتفاع في حوادث الطرقات ب 29% حاجة خطيرة برشا معناها نحاولوا نذكروا الأولياء راهو توعية الأطفال انتوما يلزمكم تكونوا واعيين باش توعيوا أطفالكم بأنه راهو معناتها من الخطير جدا أن يسوقوا سياراتهما دون السن القانونيه هما ما عندهمش رخص سياقه. الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعه.